نروح للنادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة فايلر بيشيد بصالح جمعة في التمرين، بيقول إن صالح ابتدى يركز، ابتدى يأدي بشكل جيد. صالح عنده زيادة في الوزن 3-4 كيلو، يستطيع إن شاء الله بإذن الله إن هو ينزلهم والأمور تمشي معاه بشكل جيد. أعتقد من وجهة نظري الشخصية إن دي الفرصة الأخيرة لصالح جمعة. هل في فرصة تانية؟ ما أعتقدش، يعني الامور هتبقى صعبه. طيب نفترض النهارده واحد يقول لك ايه، صالح عنده اتفاق مش عارف في نادي ايه علشان يروح فين. صالح لو بيفكر في اي حاجه تخص المدوره اللي اسمها كره القدم يبقى هي دي الفرصه الاخيره، حتى لو مش هيكمل في الاهلي، حتى لو عايز يروح نادي تاني. اي حته هتروحها وانت بتلعب في الاهلي وانت رجلك في الاهلي قصه تختلف تماما. انا بنصحك لوجه الله تعالى، اقسم بالله العلي العظيم، انا من جوايا بعز صالح جمعه جدا، وانا بقول له نصيحه ممكن ما يسمحهاش تاني، هذه الفرصه الاخيره، ولو رحت اي نادي في مصر او بره مصر وانت رجلك في الملعب ورايح وانت لاعب اساسي في النادي الاهلي، هتروح مكرم، هتروح على حصان، هتروح باشا، هتروح عاملين لك حساب بالبلد اهو، هتروح ليك ثمن وليك سعر. لو رحت وانت بالحاله اللي انت فيها ما بتشاركش بقالك سنه او مش موجود، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يعني ايه؟ يعني انسى، هتتعامل معامله انت مش اخد عليها، هتتعامل معاملة مش بتاعتك. انت طول عمرك اسطى ومعلم ولعيب كبير، فلازم تمسك في القصة دي. انت في نعمة ما تسيبهاش. النادي الاهلي مهما يكون عمره ما اثر مع لاعب، لان النادي الاهلي كان كبير ولا بيقف على لاعب، لا اثر مع لاعب ولا بيقف على لاعب. الاهلي بيعمل نجوم، الاهلي بيصنع نجوم، فلنت الاهلي هي اللي بتعمل اسامي مهما كانت عظمه الاسامي. ده كله مش من فراغ، ده مش قاعد في المصيف ولا قاعد في البحر فبيصحى الصبح يلاقي نفسه كده، ده تمرين صبح وبالليل وتمرين بعد الظهر ومحافظه، وينام بدري وياكل كويس ويظبط اموره عشان جسمه يبقى فت، عشان كل حاجه تبقى مظبوطه. ربنا في الاخر بيدي المجتهد، فلازم الناس تبقى عارفه اللعب في الانديه الكبيره واللعب في الانديه صاحبه الجماهيريه الكبيره زي الاهلي والزمالك ده شيء عظيم جدا، وده تاريخ كبير جدا، والانديه الكبيره ما بتقفش عند حد. وحفضل اقول لكم مره واثنين وثلاثه، الاهلي هو اللي بيصنع التاريخ، هو اللي بيصنع النجوم، مش بس في اللعيبه، كمان في المديرين الفنيين، مديرين فنيين واسامي كتيره جدا جت النادي الاهلي، حتى السيفيهات القويه اللي عملت التاريخ مع النادي الاهلي، بعد ما مشيت ما سمعناش حاجه. ماني وجوزيه اسطوره النادي الاهلي الذي من الصعب تكرارها، بعد النادي الاهلي كان فين؟ كل له وكل الاحترام، معشوق الجماهير وتاريخ كبير. هو تاريخ كبير لان هو مدير فني كبير، مدير فني قدير، شخصيه قويه. ادي اول ثلاث حاجات كان موجود في النادي الاهلي مع جيل عظيم جدا. الخمس حاجات دول اللي عملوا تاريخ ماني وجوزيه في النادي الاهلي. اي مدير فني بيجي بيكسب مع النادي الاهلي حتى لو مش في افضل حاجه، دايما يقول لك الدوري او اي مدير فني يكسب مع النادي الاهلي ده مش اخر، وده مش نهايه الدنيا، وده مش نهايه المطاف، ولكن بيساعدك جيل في التوقيت ده، بيساعدك التوفيق، بتساعدك حاجات كتيره جدا. وفي الاخر الكوره جوال، وهو ده المهم. ادي مانويل جوزيه الساحر اللي جمهور الاهلي بيعشقه بشكل كبير جدا، والحقيقه عمل كل حاجه في الكوره، عمل كل حاجه في الكوره، لان كل لعيب كان معاه نجم، حتى اللي طلعهم من تحت ايده في الجهاز الفني كلهم النهارده نجوم. البدري هو المدير الفني للمنتخب الاول. كابتن محمد يوسف صاحب اخر بطوله افريقيه مع النادي الاهلي، تاريخ كبير. هل فايلر النهارده يكرر ما صنعه ماني وجوزيه؟ اعتقد ان هو بيفكر وبيحلم، واكيد على اعتاب بطوله الدوري الممتاز في اكتمالها. اكيد النادي الاهلي هو الاقرب بالنقاط، النادي الاهلي فرق نقاط كتيره جدا، وما اعتقدش ان هو هيبقى الزمالك فكره في المنافسه في بطولة الدوري الممتاز، لأن من قبل التوقف والزمالك كان شغال على البطولتين اللي خدهم، سوبر أفريقي ثم السوبر المصري ثم عنده بعد كده البطولة الأفريقية والكاس. أعتقد دي هتبقى أفكار كارتيرون المرحلة الجاية. عدد النقاط ما بين الأهلي والزمالك كبير جدا، كارتيرون هيفكر في إيه؟ لو اتحدد ميعاد البطولة الأفريقية في وقت قريب ونهى البطولة الأفريقية، خلاص هيمشي في الدوري بشكل جيد، ويحاول يقلق فارق النقاط، ويحاول يخش في ترتيب جيد. وموضوع تاني، النادي الأهلي ما يعتمدش أن الدوري خلص وعدد النقاط، لأن كل حاجة في الكرة واردة. لازم النهاردة فايلر يبقى التارجت اللي عنده أن أنا راجع
الدوري الممتاز أخلص.